صباح الخير يا هايدي. صباح الخير يا شاب، كيفك اليوم؟ تمام، وانتي كيفك؟ انا منيحه اليوم، هيك شوي طقس، حابه تراجع شوي كان في شوي تقع الصباح لما قررنا نصيب كمان. خلينا بس بدي صبح عليكي هايدي، واكيد صباح الخير لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. بدايه نهار حلوه لكم، وبدايه اسبوع يحمل لكم الخير والصحه والانفراجات والرزقه الكريمه، ويا رب هذا النهار يكون خير على كل حدا مرافقنا. صباحنا بلش معكم وفقرات ان شاء الله تنال اعجابكم، واكيد اخبار محافظاتنا ضمن صباحنا لليوم. يسعد صباحكم. صباح الخير لكل حدا عم يتابعنا عبر شاشة الإخبارية السورية. يا صباح الناس المعطاءة المحبة لفعل الخير اللي ما بتنتظر المقابل من حدا. صباح الناس يلي ما بترد الأذى بالأذى. صباح الناس المتفائلة رغم كل الظروف الصعبة. طيب، شايفين كل هي الصفات والمبادئ؟ ما هي إلا مجموعة بكلمة بنسمع عنها كتير بالحياة، لكن أغلبنا ما بيعرف شو هي. الكارما، يعني أي شيء منفكر فيه أو منعمله من خير أو شر أكيد بالنهاية رح يرجع لنا. يسعد صباحكم عن جديد، وإن شاء الله يا رب أيامكم الجاية فيها كل الخير. فاصل ومنبدأ. كان فاصل بداية صباحنا من حماة، هي المنطقة أم النواعير الجميلة ومنطقة محردة. قديه نحن عندنا مناطق بسوريا بتتميز بجمال المناخ وجمال الطبيعة، وأكيد أول تقاريرنا نروح نروح خلينا بحماة. أكيد مشاهدينا، وبهدف الحفاظ على الرونق الجمالي والحضاري لمدينة سلمية، قام مجلس المدينة ومتطوعين من اتحاد شبيبة الثورة وعدد من الفرق التطوعية بحملة تعشيب وتنظيف للحدائق في حماة. تفاصيل أكثر مشاهدينا بالتقرير التالي. بهدف الحفاظ على الرونق الحضاري والجمالي لمدينة السلمية، قام مجلس المدينة والمتطوعين من اتحاد شبيبة الثورة وعدد من الفرق التطوعية بحملة تنظيف وتعشيب للحدائق في المدينة. اليوم مجلس مدينة سلمية يقوم بالتعاون مع الجهات المختلفة بيوم عمل طوعي في الحديقة العامة لتعشيبها وتنظيف المسطح المائي وإعادة الحياة له. أمام الأمطار الوفيرة التي كانت هذا العام وأمام اكتظاظ المدينة بالأعشاب ومسببات الحرائق، كان لابد من استنفار كافة الجهات والفعاليات لتكون معنا اليوم في هذا العمل الطوعي. رسالة الشبيبة دائما أنه جيل الشباب قادر على تحمل المسؤولية بأي ظرف كان، وقادر يقوم بأي مهمة كانت ومهما كانت بمختلف الظروف. هي المبادرة هي بداية مبادرات الصيف إن شاء الله لتنظيف الحدائق والمنتزهات في مدينة سلمية. هي المنتزهات اللي هي فسحات لخروج أبناء المنطقة. احنا اليوم سلمية تجمع مرة ثانية شبابها شيبة وشبانا وصبايا ومنظمات لإعادة الرونق لسلمية وكل الإنجاز الجميل. احنا كفريق عمل طوعي فريق ألوان حبينا نشارك بالعمل الطوعي مع مجلس مدينة سلمية، لأنه الحديقة العامة هي المتنفس الوحيد لأطفال مدينة سلمية وللناس جميعا. اليوم كتير حلو لأنه عم نشتغل أنه على مدينة سلمية لترجع نظيفة وتصير أحلى، وهي بالنهاية مدينتنا ولازم ننميها ونطورها، والمناظر لازم تكون كتير حلو فيها. حملة التنظيف والتعشيب تستمر لعدة أيام وتغطي الكورنيش والحدائق وكافة الدوائر الحكومية في المدينة، وذلك لإزالة الأعشاب ومسببات الحرائق. محي الدين فهد للإخبارية السورية، محافظة حماة. وأول فقراتنا حنروح فيها لعالم التنمية، هذا العالم الواسع. وقت اللي بنروح نقدم على أي عمل بأي وظيفة هايدي، دائما بنروح لتقديم السي في. ضمن السي في بنلاقي جملة الخبرات السابقة، هي الجملة ما تم وضعها عن عبث. اليوم هي الخبرات هي خلينا نقول الخطوة الأولى اللي بتزيد الفرد من مهاراته وبتكون من أهم أساسات النجاح بهذا العمل، حتى أنه هي عامل جذب يعني عند رب العمل. وقت اللي بيكون صاحب الشغل بيشوف عندك هي الخبرات فبتكون لك الأفضلية بالقبول. رح نحكي عن أهمية الخبرات السابقة بعالم التنمية، إن كان بالوظيفة وإن كان حتى لو الشخص عم يشتغل على مشروعه الخاص. أكيد رشا، يعني كل شخص اليوم عنده مشروع معين حابب إنه يطبقه على أرض الواقع، فأكيد موضوعنا كتير مهم له. أكيد كمان مشاهدينا، لكل طالب جامعة اليوم بعد ما يتخرج بيشوف كتير من الصعوبات يلي بيطلبوا شركات وكتير وظائف بيطلبوا خبرة عملية مهنية. طبعا الموضوع بحاجة لاكتساب مهارات معلومة
جامعات خبرات، وهذا الشيء من خلال الدورات التدريبية يلي منشوفها أو الأنشطة التطوعية وكثير من الأمور يلي ممكن تدعم وتلائم مجالنا. لهيك أولى مساحاتنا رح نحكي كيف ممكن نحن نكتسب خبرة قبل العمل، من وين وشو هي خطواتنا للمشاريع الصغيرة. كل هي التفاصيل مشاهدينا مع ضيفنا يلي صار ضمن الاستوديو، مدرب التنمية البشرية محمد لؤي الموحد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. الله يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك أستاذ. عم نحكي اليوم عن فكرة خلينا نقول هي حاليا هي الأهم، وخاصة ضمن سوق العمل بالظروف اللي عم نعيشها اليوم. بلشت هيك الأمور تتحلحل وبلش الشباب مفروض يأخذ فرص جديدة بحياته، ولكن كنا عم نحكي أنه للأسف يعني صارت الخبرات أهم من الشهادات ببعض المجالات. هلأ أكيد الشهادة هي ضرورية وهي أحد أساسات النجاح، ولكن وقت اللي بتكون الشهادة ما بترافق هاي الخبرة فبيكون في نقص عند الفرد. خلينا نحكي عن أهمية اكتساب الخبرات. تمام. الفكرة اليوم أنه نحن شفنا ببدايات من زمان كنا نسمع أن شهادة التاسع هي كتير مهمة وأساسية، بعدين شفنا أنه صارت البكالوريا، بعدين صاروا اثنين عاديين، بعدين صارت اليوم التطور السريع الموجود والناس اللي صارت كلياتها عم تحصل على الشهادة، فصار شهادة الجامعة هي لا تقل أهمية، ولكن أصبح أمر عادي أن الشخص اليوم يطلع للحياة العملية ومعه شهادة جامعية فهو أمر عادي طبيعي. فبينسأل فورا السؤال التالي أنه بيمشوا بشكل بسيط على شهادة الجامعة وبعدها شو الخبرة الموجودة معه. هذا الشيء اللي عم يواجهه كل الشباب اليوم اللي عم يدرسوا وعم يواجهوا صعوبات بظل هاي الظروف. طيب نحن شو اهميه هاي الخبره؟ دائما اليوم بننظر ارباب العمل للخبره بانه انا اليوم وقت بدي اجيب شخص عنده خبره كبيره فانا معناتها شخص بيملك مجموعه من الخطط، مجموعه من الاليات اللي هو بيتعامل فيها، خبره بالنظام بالشركه، خبره، فهو بيوفر عليه وقت، بيوفر عليه تدريب. فدائما مصطلح الخبره موجود، وللاسف اليوم الحصول على الخبره امر صعب لكل طالب، ولكن هو بالواقع سهل، ولكن دائما بنظروا منه انه هو امر مستحيل، ودائما لانه بيسعى كمان الشخص اللي بيكون طالب جامعي او عم يدرس او الى اخره انه فورا بده يصير هو المدير. ما فيك تحصل هيك على الخبره، بده يبلش الواحد شوي شوي، فالخبره لها اهميه كبيره. بالتالي كمان فينا نشبه الخبره بشخص كان عم يدرس مثلا فنون الخطابه. لو كان عم يدرسها 3 سنين وشخص طلع بداله درس نفس الدراسه وطلع 5-6 مرات وقف قدام الجماهير، وحضرتكم اكثر الناس بتعرفوا بهذا الشيء، وقف قدام الجماهير وحكى، فهو اكيد اكتشف نقاط الضعف ونقاط القوه، طور نفسه، عرف كسر هذا الحاجز تماما، فكان عنده خبره كثير، صار عنده كلمه الخبره، لو هو 6-7 مرات اللي وقف فيها بس هو صار عنده خبره، عرف كيف يكون شخصيته ويتعامل مع الناس. تمام. يعني في مقوله دائما بنسمع انه لكي تعمل لابد من خبره، ولكي طبعا تحصل على الخبره لابد من عمل. طيب نحن اليوم شو هي طرق اكتساب الخبره؟ تمام. هلا نحن طرق اكتساب الخبره هي واسعه، ولكن فينا نختصر الموضوع. اول شيء انه نحن ما نتعامل مع نفسنا بالبدايه بسلبيه انه نحن غير قادرين ونحن ما فينا نوصل. اليوم اكتساب الخبره قادرين نوصل له بالتوسع المجال اللي احنا موجود، ممكن ناخذ الخبره مو شرط تكون بس عمل. دائما في نظرة دائما انه انا الخبرة دائما يعني انا توظفت بشركة يعني صار عندي خبر يعني خبرة عفوا في خطوات يعني خطوات معينة ممكن نمشي عليها مش تمام. هي هذا اللي بدنا نحكي انا الخطوات. تمام. بالبداية انا ما اكون سلبي ابدا، تمام، واقتنع بنفسي واوثق بحالي. الشغلة الثانية ممكن انا الجأ للعمل التطوعي. اليوم العمل التطوعي بيعطينا خبرات كبيرة وبيأمدنا كل الوسائل، ممكن نحكي عنه بشكل منفصل، ولكن العمل التطوعي احد الوسائل. العمل عبر النت اليوم هذا الشيء كثير مهم، ممكن نحن نكون كاتب محتوى تسويق الكتروني حسب مجاله للشخص، فكمان هي الامور ممكن اليوم تكسبنا خبره. ممكن انا من خلال اتباع دورات معينه اختصاصيه بمجالي ودورات بالتنميه نمي فيها شخصيتي، كمان هي خبره. ولكن لا دائما نحن نعتمد على الخبره انه نحن توظفنا يعني 3 سنين خبره، لا مو هي، بدنا نحن الخبرات بكل. ما هي الخبره اليوم؟ الخبره هي معرفه وهي مهارات، فانا بدي نميها من الطرفين. فهي هي الخبره. انا اليوم في هذول الخطوات اللي ممكن امشي فيها. أكيد مفروض يكون شخص دائما نحن نقول متواجد على الأرض بالحدث. وذكرت حضرتك السوشيال ميديا هي الحالة اليوم صارت سوق عمل لشباب كتير راحوا لتأمين هذا العمل عن طريق النت. خلينا ذكرنا موضوع الجامعة، ولكن نحن ما بدنا كتير نهمش هاي القصة لأنه اليوم الشهادة الجامعية أيضا مطلوبة وأيضا مهمة. خلينا نحكي اليوم قد ايه مهم يكون الفرد عم يجمع بين الخبرة وبين الشهادة. تمام. هلا بين الخبره والشهاده امر كثير مهم. في ناس عم تكون اليوم شو عم تعمل؟ انه انا بخلص الجامعه
والشهادة أو شو ما كان أو معهد أو إلى آخره، بعدين بنتقل لسوق العمل. نحن الفكرة اليوم أنه في عنا تسارع بالزمن كبير، صح، وفي عنا ناس مستنسخة كلها حاصلة على نفس المحتوى نفس الكتاب ونفس الشهادة اليوم. تماماً. فلحنا عشو عم ندور، عم ندور على المميز. فلما أنت بتجمع الخبرة أول شيء لح تعطيك حافز اليوم للدراسة إلك، لأنه أنت حتعرف شو أهمية المحتوى اللي أنت عم تاخده. ثاني شيء لح تنمي حالك، ثالث شيء حتسهل عليك الدراسة إذا كان بمجالك، إذا ما كان بمجالك أنت صرت تعرف احتياجات سوق العمل. صرت اليوم أنت قريب من سوق العمل. اليوم أنا إذا بدي أجمع بيناتهم فأنا اختصرت وقت، وأنا أنطلق اليوم بشكل بشكل مبكر أهم من أني أنطلق متأخر، خصوصي بالزمن اللي إحنا عم ننام عم فيه، عم نلاقي ألف اختراع وألف قصة، وفي فرق بين الجيل 4 سنين ما عم يعرفوا ما عم يفهموا على بعض كتير، لأنه في تطور سريع بالزمن، فكتير له أهمية. غير أنه مثلا إذا جمع بين الخبرة والعمل والدراسة كمان في عنده استقلال مادي، كمان هذا الموضوع بيخليه يصير بنمي شخصيته اليوم، إدارة الذات وإدارة المدخول وكذا، كمان صار عنده تنمية، صار عنده معارف. فأنا اليوم صنعت رجل مع شهادة، فأنا وصلت للمرحلة اللي بدي إياها. أساس من أساسات صحيح. يعني اليوم منشوف أغلب طلاب الجامعات بمراحلهم الدراسية بيلجأوا للخبرات، بيلجأوا للدورات التدريبية إن كان بالسنة الثانية أو الثالثة، بينما البعض منشوف أنه لا، بعد التخرج هنن حابين يحصلوا على هي الخبرة. برأيك العمل أثناء الدراسة أو هي الخبرات مهم نحن نكتسبها أو لا ننطر لحتى نتخرج بعدين ناخذها؟ هلا تماما، هلا مثل ما حكينا هلا قبل شوي، نحن اذا بلشنا بالبدايه بيكون افضل بكثير. ما بدنا نحن ننطر لبعدين، مش عم يقولوا انه ممكن ياثر على مستواهم الدراسي او شيء، انه هيك بيقولوا يعني. تماما. هلا يقال كثير وانا ما عندي وقت، وانا بنشوف بالجانب الثاني انه في شخص عم يدرس وعم يشتغل وعم يعين العائله، كثير هاي القصص، كثير هاي النماذج الامثله صارت تماما، خصوصا بالوضع الاقتصادي، واليوم عم يتطور وعم ينجح وعم يكون مميز اكثر، بده يدير الوقت. وإذا دار وقته صح فبلاقي أنه هو الوقت طويل، ولكن إحنا دائما عنا أنه بدنا نبلش دراسة ومدري شو، إذا صارت شغلة يلا منبلش بكرة، لا، بدنا ندير وقتنا، بدنا نعرف أنه اليوم هذا الوقت بس راح ما عاد يرجع ومو ملكنا، وما في وقت اليوم للرفاهية أبدا. الرفاهية بتيجي بعدين، بعد ما نأسس حالنا وبعد ما نوصل وبعد ما ننجح ننتقل لموضوع الرفاهية، ولكن من هلا رفاهيه ومن هلا بدنا نبلش متاخرين، اكيد هذا الشيء انت رح توصل يعني للاسف لموضوع فشل، وحتوصل متاخر ورح تندم، فما توصل لهذه المرحله، لا، ادرس وبلش وانطلق من هلا فبيكون افضل لك ولاقي فرصك. واليوم بكره بيشوفوا المصيبه لما يتخرجوا بلاقوا انه شو بدنا نساوي، بتطلعوا الحياه صارت كثير كبيره، وين الخبره، وين الكذا، يا ريتني عملت، لا، بلشوا من هلا نصيحه واستفيدوا من الناس اللي وصلت واللي عندها خبرات، واسمعوا كيف وصلت كيف عملت. هذول الناس هن بيعطوا اختصار سنين طويله، بيعطيك الخلاصة وبيعطيك فشل ونجاحه كمان، فكتير مهم هذا الموضوع. دائما عالم التنمية بيركز على نقطة وهي تنظيم الوقت وإدارة الوقت، نحن كيف قادرين ننظم وقت اللي بنكون بنذكر الجامعة، بس كمان في عندك بالطرف الثاني في عندك أشخاص كتير دراستهم الجامعية بعيدا عن مجال عملهم ونجحوا بشكل كتير كبير بهذا المجال. يعني قد المهم نحن اليوم ما يعني أنه ما نتقيد بمجال العمل بمجال الدراسة، أنه نروح بنفس المجال للعمل. يعني يعني خلينا ناخذ اليوم مثال مثلا أنه إعلاميا، يعني في عنا كثير أشخاص يعني عندهم خبرات إعلامية ولكن مجال عملهم هو بعيد تماما عن مجال الإعلام، ولكن هم من الأشخاص الناجحين بهذا المجال. تماما. هلا دائما نحن بحاجة للمعرفة بكل مجالات الحياة للنجاح، دائما القائد هو معرفة بكل مجالات الحياة، والمدرب والشخص الناجح بيكون عنده معرفة بكل الأمور. هلا ممكن نحن بسبب علامات، بسبب توجيه أهل، بسبب أمور فتنا فرع جامعي ما منحبه، ولكن نحن في عنا أمر معين منحبه منحب نشتغل فيه. دائما النجاح سواء بالدراسة أو بالشغل بده يكون في حب، بده يكون في شغف. فكل ما حبينا مهما تعبنا مهما جات الدنيا مهما صار قصص وسياق، نحن دائما حنتطور، حتى هذا العذاب بيصير فيه لذة، بيصير فيه نشوة للوصول حلو. فممكن مثل حضرتك حكيتي انه احيانا كمان حتى بنشوف وزراء اليوم بمكان هن دارسين، غير ليش؟ لانه هن ابدعوا بالمجال اللي هن فيه تمام ووصلوا. فمو دائما نحن نكون انه اذا نحن اختصينا بجامعه فدائما نربط الابداع بموضوع تماما، ودائما بدنا نشتغل كذا ونشتغل ونشتغل، لا، بدك تتطور. حتى نحن بننصح الناس لما فرص العمل مو شرط انت تلاقي فرصه عمل بمجالك، يعني ممكن شخص دارس اداره اعمال بيقول لك انا بدي اطلع مدير حتى اكسب خبره، ممكن انت تشتغل بمثال بسيط هن ما بيتقبلوا، انه مثلا محل البسه، فانت بتتعلم فن التفاوض، الاقناع،
حل المشكلات. طيب مو من هذول من اساسيات المدير؟ محاسبه كمان يعني والمحاسبه تمام. بس يعني المشكله نحن للاسف اليوم الشباب ما عم بسبب قله الفرص يعني عم نشوف كثير شباب نتفاجئ انه اليوم مثلا بيكونوا خريجين ولكن عم يشتغلوا شغل بعيدا تماما عن مجالهم، فهي خلينا نعتبرها خبره يعني وهي أكيد. تحفيز للامام يعني. تمام. طيب خلينا نتعرف اكثر على مهارات النجاح لاي عمل. يمكن عندنا مهاره التواصل الاجتماعي، مهاره المرونه، هذول المهارات قديش مهمين اليوم لما نتقدم لاي سوق عمل؟ تمام. شو المهارات اللي لازم نحن نكتسبها؟ هلا المهارات العامه لاي عمل كان لازم يكون عندنا المهارات القياديه الموجوده، مهارات اللي حكيناها هلا من شوي فن التفاوض لازم يكون موجود عند اي شخص، المرونه بالتعامل، تقبل النقد، مهارات بحل المشكلات، مهارات بقراءة الشخص الآخر، المهارات اللي دائما بتكون موجودة وعم تنطلب أكثر اليوم مهارات الحاسب، لأنه كل شغل غالبا عم يكون فيه حاسب. المهارة اللي لازم نحن يعني هي تعد خبرة ومهارة وكل الأمور يعني تندرج تحتها، اللغة الإنجليزية لازم تكون موجودة عند كل شخص، يكون ماهر باللغة الإنجليزية مو بس دارس اللغة الإنجليزية، لأنه كمان صارت مطلوبة بأي عمل مهما كان العمل بسيط عم تطلب اللغة الإنجليزية، يكون عنده معرفة بالحياة ويكون هذا الشخص اليوم قادر بأنه يدير نفسه ليدير العمل، فهي مهارات أساسية لازم نطور حالنا عليها ولازم تكون موجودة دائما عنا. أهميتها اليوم بأنه بكل عمل اللي احنا موجودين فيه حنتعامل بكل هدول، سواء كان العمل صغير أو كبير، سواء كان موظف صغير أو مدير حيتعامل فيه إن شاء أن أبى بموقف ما، مهارة تحمل الضغط، مهارة فن الاستماع اليوم كمان مطلوبة، فنحن حنطبقهم. فهذول لازم كل شخص يشتغل عليهم من أي مصدر كان، سواء كتب أو دورات أو يطور نفسه أو اليوم عبر اليوتيوب أو هالأمور كلها موجودة، صار وصار في سهولة بالحصول على المعلومات. بتشعر أنه هذا الجيل مستعجل يعني مهارة فن الاستماع شوي صارت قليلة عنا يعني عم نروح فورا للأسف يعني. ذكرنا موضوع العمل التطوعي، خلينا طبعا. اليوم نوضح نقطة، نحن ما عم نحكي فقط بالمجال الخيري أو المؤسسات أو الجمعيات، اليوم شو بتقصد بموضوع العمل التطوعي بمجال التنمية البشرية؟ هلا بمجال التنمية البشرية وعمل تطوعي، انت بدك المقصد ولا شو الفوائد منها؟ خلينا نحكي المجالات يعني، انا اليوم مجالي بالتطوع فقط بالجمعيات وهدول القصص يعني، اي حدا عم يشوفنا بيعرف انه اليوم التطوع بيروح فقط للجمعيات للمؤسسات، اني انا اكون احد الاشخاص المتطوعين بهي الجمعية. تمام. هلا هن الاساس، هن الاساس اليوم انا اتطوع باتحاد او بجمعيه او بمؤسسه، ولكن هي الفكره مو هون، الفكره بالتطوع هن عندهم دائما اخذين فكره التطوع انه اخذين بس فقره العمل المجاني. انا هاي الفكره يعني شو المجالات اليوم؟ مجالات واسعه ما فينا نحكي عليها من ضمن عمل مؤسسي وكذا ومهني، هذا واسع ما فينا نحكي عليه، فينا نحكي على مجال معين الثاني اللي نقول اليوم انا شو اهميه ان يكون انا بالعمل التطوعي، اما هذاك بحر طويل اذا حكينا عليه بصراحه يعني في كثير انواع. تمام. ولكن انا الفوائد اللي انا ممكن احصل عليها من العمل التطوعي هي اليوم انا بتطور لي مهارتي، بتطور خبراتي، انا طول ما عم اشتغل مجاني فانا في مكان او شبه مجاني يعني غالبا بتكون، فانا بمكان معناته بحب التطور وبحب التميز لانه ما عنده اهداف تجاريه، فهو مكان داعم لبيئه للنجاح، فهذا اكثر مكان انا بسعى له انه يطورني وداعم للنجاح وبحب اني اتميز فانا كسبني. بنفس الوقت انا لما انتقلت لعمل تطوعي اللي هو بيعطيني الخبره واللي غالبا بالدول الخارجيه يعني يدفع حقها، نحن عندنا ممكن تطوع ممكن كذا ممكن تدريب مجاني، برا حقها كثير غالي. هذا الشيء لا موجود عندنا، فمتعرف على ناس، والتعرف على ناس من خبرات وثقافات وشرائح مختلفه بكسبنا معارف وشبكه من العلاقات اللي هي اساس نجاح كل شخص، غير المسؤوليه، بحس المسؤولية ونزع اليوم من الشخص روح الأنانية اللي هي موجودة بهذا الجيل بسبب السوشيال ميديا الموجودة والعادات المغلوطة والأمور اللي عم تنشر، يعني حتى ما عم نلحق نواكبها كلها بسبب السرعة الموجودة، فبتسحب روح الأنانية الموجودة، تصير في روح المشاركة، روح العمل الجماعي، حب للجميع. تماما. يعني يمكن حاولنا نركز قد ما فينا على أهمية العمل التطوعي اليوم مشان الخبرة، لكن خلينا كمان نلجأ نحكي عن الدورات التدريبية. اليوم كثير من الطلاب، كثير من الأشخاص بيلجأوا للدورات التدريبية لحتى ياخذوا خبرة مهنية علمية عن الموضوع اللي عم يتخصصوا فيه. طيب بنشوف ببعض الأحيان في دورات استغلالية بينما البعض تكون مناسبة، قد ايه مهم اليوم يلي حابب يسجل دورة تدريبية بأي مجال يختار المركز صح، يختار المدربين، يختار المواضيع اللي لازم يركز عليها؟ تمام.
هلا هذا الشيء بقى اللي نحن على طول بنلتمسه بالواقع. اليوم في ده في بشكل عام دورات عم تكون اسعارها خياليه. وبصراحه هون يعني الشخص لازم دغري يعرف انه في هدف تجاري. يعني احيانا حتى انا بكون عم قلب بشوف علق بنقطه وكذا بيوصلني اسعار انا بنصدم، وبنصدم انه في ناس عم تسجل وبنفس الوقت في نفس المحتوى عم يتقدم باماكن باسعار يعني مناسبه. واليوم انا لما بدي اروح لازم اعرف مين هذا المدرب اللي عم يعطيني، شو اساسه، قديش عنده ساعات من الخبره، شو من وين جابه للخبره. يعني مو شرط مثل ما حكيت حضرتك يكون شخص فات على الجامعه مختص بشيء حتى يدربه، بجوز عنده خبره طويله وبيكون هذا الشخص عنده معرفه اكثر من الطالب. فأنا بدي أشوف شو أساس وأعرف مين هذا المدرب اللي عم يدربني، شو السبب إنه عم يدربني، شوف إنه هل هو الهدف مادي. اسأل اليوم السوشيال ميديا أسهل منا، إذا كتبنا اسم المدرب فلان أو معهد فلاني أو دورة فلانية ثواني كل التعليقات السلبية والإيجابية صحيح. تماما. فأنا لازم أهتم بهذا الموضوع، والدورات التدريبية كتير مهمة للطلاب إنه يكونوا فيها. واليوم كانت صعبة إن الشخص يحصل عليها، اليوم صارت أسهل. أما بتكون بالواقع أو عم تكون عن طريق المواقع الإلكترونية أونلاين عم شوفها تماما أونلاين عم تكون شبه مجانية أو مجانية ومع شهادة فاليوم في سهوله. فانا بنصح الناس تروح على دورات تخصصيه ودورات بالتنميه، مو لانه نحن بنعطي تنميه ولكن انت بتنمي شخصيتك، لانه تنميه الشخصيه اليوم مطلوبه باي مكان. دائما بنشوف نحن بدورات اعداد المدرب بنسال انتم مين، فبيكون في مهندس المدرب المتدرب عفوا، في مهندس وفي طبيب وفي محامي وفي كل المجالات. السبب لما بنسال شو السبب اجيت له، انا اطور نفسي. فهو هذا شخص ناجح لانه الانسان منتج بده يسوق عن نفسه، سواء بالسوشيال ميديا سواء اللي احنا قاعدين لقاء، فبده يسوق عن نفسه صح، بده يعبر عن نفسه صح ليلاقي فرصته صح. للاسف صرنا نشوف بالفترات الاخيره يعني اعلانات لكورسات ودورات تدريبيه لاسماء، يعني بجوز ما بنذكر اسماء ولكن هن ما لهم هالوقت بمجال سوق العمل او الخبره. صحيح. فدائما احنا بنركز انه على الجهه المعنيه باعطاء الموافقات باعطاء هدول الكورسات. يعني مثل ما ذكرت حضرتك اليوم نحن بحاجه لحدا سنوات كبيره من الخبره. خلينا هيك سريعا قبل ما نختم، اليوم حكينا بشكل عام عن ضروره الخبرات، ولكن في اشخاص عندهم مشروع الخاص، بداية مشروع من مشاريع متوسطة وصغيرة، في فروق اليوم باكتساب الخبرات أو في شيء لازم يختص في كونه اليوم العمل فردي وليس جماعي؟ تمام. يعني بدك انت اليوم تكون النصائح لهالناس اللي بدها تبلش بالمشاريع. طيب هلا اي شخص بده يفوت على سوق العمل او يبلش مشروعه الخاص، بالبدايه نحكي على الشخص اللي بده يفوت على العمل، انا بنصحه اليوم انه يخضع لشيء اليوم هو للدورات اللي بتعطي الشهادات الخبرات. لو ما حصل على الشهاده يحصل على الخبرات، يكون الشخص عنده خبره، لانه اي عمل بدك انت تروح عليه اول شيء ينظر للسي في والشهادات الموجودة، ثاني شيء للمقابلة اللي هي الخطوة الثانية. فالخبرات الكبيرة بعيدا عن كيف تجري مقابلة وتنجح بمقابلة، الخبرة الموجودة عندك بتأثبت نفسك لو أنت كنت بس طالب جامعي أو متخرج حديث واللي هو صحيح. أصعب شخص، فبتأثبت نفسك بالمقابلة ممكن أنت اليوم تحصل على فرصة. الشخص اللي بده ينشئ مشروع بالبداية أنا بدي أقول له اليوم أنه لازم نحن نحسب دائما لازم نحسب دائما الفشل تمام، ولازم نحسب دائما اي مرحله. دائما انت اذا بدك تفتح مشروع كون موظف في هذا المشروع بشركه ما بتشتغل بنفس المجال لتوفر على حالك وقت وخسارات وعثرات بتوقع فيها المدراء، فانت بتكسب هاي الخبره بعدين انطلق لمشروعك الخاص. قد ايه مهم اليوم مديرك بالشغل، يعني شغلات ايجابيه انه وقت بيكون الشخص عنده هاي الخبرات. بدنا نشكر وجودك لليوم وشكرا لكل المعلومات، ودائما نحن بنتمنى توفير الفرص المناسبه للشباب وخاصه ضمن الظروف الاقتصاديه اللي عم نعيشها. اليوم عندنا طاقات كثير مهمه بحاجه لشويه اضاءه وشويه دعم. شكرا لك. شكرا كثير لك ويعطيك العافيه. الله يعافيكم يا رب. احنا مكملين بباقي مساحاتنا الصباحيه، وقبل ما نستقبل ثاني ضيوفنا اكيد بدنا نطمن اليوم كيف حيكون طقسنا كونه نحن ببدايه الاسبوع. صحيح رشا، يعني مثل ما شفنا خلال هاليومين كانت درجات الحراره مرتفعه وحسينا انه يعني الاجواء صيفيه نوعا ما. صحيح. لنعرف اكثر الجواب الاكيد مشاهدينا معنا باتصال هاتفي الاستاذ حسان الجردي. يسعد صباحك استاذ. الو صباح الخير. صباح الخير استاذ حسان، خبرنا شو احوال الطقس ودرجات الحراره بالمحافظات السوريه، هل رح نشهد منخفضات بالايام القادمه؟ هلا بداية صباح الخير نزيد لك الاخبار السورية. نحن هلا ضمن حالة عدم استقرار قسم من المباريك، حزيرة الهطولات القطرية بالشمال والداخل، كانت أكبر كمية هطول في محافظة الرقة 5.5 تقريبا ملم، بحلب 1.2 ملم، بجرابلس 1،
بنلاقي تقريبا نصف مليمتر. حاله عدم الاستقرار مستمره لليوم نتيجه تاثرنا باتجاه منخفض جوي تقسيم الجنوب الشرقي عم يترافق مع تيارات جنوبيه غربيه بطبقات الجو الغربيه. اليوم درجات الحراره بتوالي انخفاضها بشكل ملموس لتصبح ادنى من المعدل تقريبا بمعظم المناطق من 3 الى 5 درجات مئويه، بينما تبقى حول معدلاتها بالمنطقه الشرقيه والجزيره. الاجواء بشكل عام بتكون ربيعيه معتدله بين الصحراء والغائمه جزئيا بشكل عام، مع بقاء السلطه لنفذ زخات ربيعيه من المطر على المناطق الساحليه والشماليه. هلا بشكل عام بتستمر معنا هذه الاجواء لليوم. نعم. من بكره بتبلش الاجواء تستقر بشكل تدريجي ودرجات الحراره ترتفع وتستمر بالارتفاع حتى يوم الثلاثاء والاربعاء لتستمر ارتفاعها. نهار الاحد والاثنين تكون اجواء ربيعيه معتدله، حرارات حول المعدل او اعلى بقليل، بينما تبلغ ذروه الارتفاع يومي الثلاثاء والاربعاء لتكون الحرارات اعلى من معدلاتها بمعظم المناطق تقريبا 3 الى 7 درجات مئويه. الاجواء السلميه بتكون بالمناطق الشرقيه والباديه السوريه وبتستمر معنا طيله ايام هيدا الاسبوع. الرياح عم تكون غربيه لشماليه غربيه معتدله السرعه مع هبات نشطه بتتجاوز سرعه الهبات ببعض الاحيان لليوم 70 كيلو متر بالساعه. كثير الغبار بمعظم المناطق الداخليه والبحر خفيف متوسط ارتفاع. هلا نهار بكره الصبح احتمال يكون في عندنا ضباب خفيف الى متوسط بالمنطقه الوسطى للشماليه في المرتفعات الساحليه. وبتبلش الاجواء تستقر مثل ما ذكرت وبتكون الاجواء بين الصحراء والغائمه جزئيا حتى تصل الى اجواء حاره يومي الثلاثاء والاربعاء بحرارات اعلى من المعدل من 3 الى 7 درجات مئويه. نهايه الاسبوع الخميس القادم بتبلش الحرارات تنخفض في معظم المناطق وتتحول الاجواء الى اجواء ربيعيه غائمه جزئيا مع بقاء الحراره اعلى من المعدل من 2 الى 4 درجات في نهايه هذا الاسبوع. درجات الحراره المتوقعه بدءا من العاصمه دمشق لليوم 25/12 القنيطره، 20/11 القلمون المرتفعات الجبليه، 19/8 درعا، 25/14 السويداء، 20/11 المنطقة الوسطى، 15/22/14 بحماه، 25/15 منطقة الجزيرة محافظة الحسكة، 30/18 الساحل السوري اللاذقية وطرطوس، 21/18 شمال حلب وإدلب، 25/16 دير الزور المنطقة الشرقية، 30/20 الرقة، 28/18 وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر، 28/16. استاذ حسان قبل ما نختم معك عم نشوف بعض الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي انه نحن هي السنه على موعد مع صيف حتكون درجات الحراره مرتفعه جدا. هلا الحراره عم تكون مرتفعه تحديدا هلا نحن بفصل الربيع بنهاياته، الاجواء عم تكون متقلبه والتغيرات عم تكون سريعه وعم نلاحظ حراره عم تكون عاليه. هلا ضمن هذول اليومين اللي بدنا نحن نشهد الحراره رح تتجاوز 35 درجه بمعظم المناطق وراح تكون اجواء حارة يمكن تلامس نهاية الثلاثينات لحدود ال 39 درجة تقريبا إن كان بالشرقية وبالجزيرة ببعض المناطق أو بالشمالية. فالأجواء رح تكون متغيرة بشكل عام تحديدا، والأجواء الحارة عم نلاحظها بهيدي الفترة ما بين تقلب ما بين حرارات معتدلة إلى حارة أو حارة نسبيا ببعض الأحيان. الصيف رح يكون هذه السنين متغير عن السنوات السابقة، رح نشهد ارتفاع بدرجات الحرارة ورح تكون هناك بتخلها باذن الله تعالى حارات اعتدال وحارات تكون مقبوله نوعا ما في اغلب المناطق. شكرا استاذ حسان لكل المعلومات، ومثل ما سمعنا من حضرتك نحن على موعد مع الصيف، يعني لكل محبين الصيف جهزوا حالكم، يعني انا من محبي الصيف يعني. حلو. ومثل ما سمعنا ذكر انه ممكن يكون بكره في تشكل الضباب، فاكيد الحذر والسلامه لكل الاشخاص. بنتشكرك استاذ حسان ورح ننتقل لثاني فقره ضمن صباحنا لليوم، حنروح لفقرتنا القانونيه. وما بين الايذاء المقصود وغير المقصود، القانون كان واضح وفرق ووضع عقوبات لكل نوع من انواع الايذاء ان كان مقصود او غير مقصود. يعني صحيح رشا، مثل ما ذكرتي بتختلف يمكن صور الايذاء ان كان بالقتل بالضرب بالعنف، واكيد درجاته ان كانت بسيطه او جسيمه. ويعتبر هذا الموضوع بالقانون من اكثر الجرائم خطوره على الفرد والمجتمع بشكل عام، وبنلاحظ كثير من المشاكل السلوكيه والمشاجرات بين الشباب ان كان بكلام التهديد او الوعيد يلي ممكن يلحق فيهم الاذى فيما بعد. لنحكي اكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع، بيسعدنا انه تكون معنا
ضيفتنا بالاستوديو المحاميه رشا ابراهيم. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك. كيفك اليوم؟ خلينا هلا اسمك لحاله لازم يعطيك شويه طاقه اليوم. اهلا وسهلا. اليوم ما بدنا نروح بكل انواع الايذاء، خلينا نركز على الايذاء المقصود. خلينا نشرح عنه اكثر، شو هو هذا الجرم؟ جريمة الإيذاء المقصود هو من الجرائم التي يقع فيها اعتداء على حق الإنسان في سلامة جسده فيتسبب بأذية جسدية. يعني هالحكي حتى يكون نحن أمام جرم إيذاء مقصود لازم يكون عندنا ضرر جسدي وصحي على المجني عليه. لحتى نكون أمام جرم إيذاء مقصود لازم يتوفر عنا ركن مادي. يتجلى الركن المادي بأنه إلحاق الضرر بالمجني عليه وحدوث نتيجة تتمثل النتيجة بإصابة على سلامة المجني عليه وصحته الجسدية وسلامته وصحته الجسدية. ولازم يكون رابطة سببية بين الفعل وبين النتيجة. فلا يمكن أن نقول أنه عنا إيذاء قصدا إذا ما كان في نتيجة جرمية لفعل الإيذاء لحتى نتمكن من المسؤولية الجزائية. طبعا نحن بالإضافة للوجود ركن مادي لازم يكون عندنا ركن معنوي. الركن المعنوي هو القصد الجرمي، أي توافر العلم والإرادة، أي أن الشخص الفاعل يتوافر لديه إدراك تام بالفعل الذي يقوم به على المجني عليه. أي أن من فعله يؤدي إلى مساس بسلامة المجني عليه وصحته. دائما هلا هو ولو يدرك خطورة الشيء اللي عم يعمله بس يسأل عن النتيجة اللي بتصير بصحة مسؤول عن هاي تماما. فهو يريد أكيد الفعل ولا يريد النتيجة، وبالمقابل لو لم يريدها يسأل عن النتيجة الجرمية التي حققها. وهون بفرق بين القتل والإيذاء قصدا. بجريمة القتل دائما بنشوف أنه الجاني هو بيعرف أنه اتجاهه وإرادته وعلمه بأنه ستؤدي إلى إزهاق الروح ومن ثم يعمل، يعني بيساوي نتيجة جرمية. تمام. فهون بتكون عقوبته غير عقوبة الإيذاء قصدا. فهو يدرك بأنه عمله يؤدي إلى المساس بسلامة المجني عليه وصحته، ما بده النتيجة، يعني مو مقصود مو إرادته وإرادة، لكنه يسأل عن النتيجة. تمام. أستاذة رشا، هل هناك عقاب على الشروع في جرائم الإيذاء؟ نست مادة القانون أن على الشروع في الجناح لا عقاب عليها إلا بنص قانوني. بينما في الجنايات جميعها يعاقب على الشروع فيها. فنحن عن جرم الإيذاء المقصود يوجد جناح ويوجد جنايات. جناح الإيذاء المقصود لا عقاب عليها أبدا، وفي جنايات الإيذاء المقصود لا يتصور الشروع إلا في حالة واحدة، وهي الإيذاء المؤدي إلى أحداث عاهة دائمة، وهي الحالة الوحيدة التي يمكن حدوث شروع في هذه الحالة. الإيذاء المفضي إلى الموت أو الإيذاء المفضي إلى حدوث إجهاض لا يتصور الشروع فيها. لو أنا أراد الجاني فعلا إلى حدوث القتل أو حدوث الإجهاض تغير الوصف الجرمي وتحولت إلى شروع بالقتل أو الشروع بالإجهاض. هون فرقنا بين أنه الجنحة ويكون جرم. نحن عم الجنح لا عقاب عليه. لا عقاب عليه كونه ما صار ما وصل للموت، ما وصل بالمساس. يعني في يعني كثير نصوص، يعني شخص ضرب كف، يعني ما فينا نعمل أنه الشروع هو عم مد إيده وما ضربه. هي المبدأ بالشروع دائما بالقانون وبالمحامين. حضرتك خبرة بهي القصة، في ثغرات بيروح المحامي للدخول من خلالها لإضافة، هو بالنهاية هو موكله، يعني اليوم واجبه أنه يدافع عنه ويطلع موكله بخير وسلامة. خلينا نحكي عن هي الثغرات اللي بيشتغل عليها المحامي كرمال يعفي مرتكبي الإيذاء المقصود. القانون عطانا أسباب تبرير، فنحن بنروح على أسباب التبرير اللي هي حالة الدفاع المشروع. دائما نحن بنشوفها بحياتنا العملية، كنت عم دافع عن نفسي، بس أنا كنت ببيت وإجا حرامي على البيت، فأنا بدي رد أزل هذا الشخص. صحيح. فيعتبر إذا ارتكب جرم إيذاء في حالة الدفاع المشروع. اثنين، أداء الواجب. شو يعني أداء واجب؟ مثلا في عنا شرطي شاف حرامي، أنظره بأنه للحرامي أنه يستجيب له، وقف عن العمل عم يشتغل فيه، أطلق عليه النار فجرحه. فهنا يعود جرم الإيذاء هو سبب من أسباب التبرير. إجازة في القانون، طبعا يجيز القانون بعد الأفعال بمعنى إجازة القانون، مثل تأديب الأولاد. نحن دائما الولد بيكون عنده سلطة قانونية من قبل والدته، من قبل والده. طبعا هنا القانون أعطاه بشكل أنه سبب تبرير للإيذاء، ولكن بشكل ما يستعمل تعسف في استعمال الحق بهذا السبب التبرير. كمان نشوف الدكتور الجراح، لا يمكن الدكتور الجراح إجراء أي عملية تطبيب إذا ما جرح الشخص، فهون يعتبر سبب من أسباب التبرير. كمان بنشوف بالألعاب الرياضية مثل الملاكمة مثلا، دائما أحيانا بيصير عنا إيذاءات، تماما إيذاء بمعنى الإيذاءات، وهون إلى سبب تبرير إذا كانت قائمة على كانت
وفق قواعد الممارسة الرياضية بشكل ما تكون عن طريق انتقام أو شيء أدى إلى تسبب بهذا الإيذاء. من خلال أحيانا نشوف بعض الأساتذة بيروحوا لموضوع الطب النفسي، يعني وقت اللي بيكون ما بنسميه المجرم، هي بالنهاية جنحة ممكن تكون أو ممكن حسب الواقعة اللي صارت، يعني بيروحوا لتبرير النفسي للفاعل وممكن يروحوا لتقرير. تماما، هي هلا نحن صرنا فتنا بباب ثاني، بباب انه الشخص كان كامل الاهليه او ناقص الاهليه، هون بيسال عن المسؤوليه الجزائيه بموجب خبره طبيه بتجري عليه، بينسال عن هذا الموضوع اكيد يعني. تمام، لا يمكن مثلا شخص مجنون، هي شخص معدوم الاهليه، يعني عن افعاله عم يعاني من اضطرابات. تماماً. اليوم الوضع النفسي غير سليم. تماما، هون هي بتعتبر من اسباب الاعفاء، ويوم كمان بيجر من اذا عنا اسباب أعذار قانونية. تمام، بدي أسألك عن جرم الإيذاء المقصود، يعتبر جنحة أم جناية؟ الإيذاء المقصود يحمل جانب جنحوي وجانب جنائي. الجانب الجنحوي هو الإيذاء البسيط، هي الإيذاء التي يترتب عنه تعطيل عن العمل لمدة 10 أيام، طبعا لا تزيد عن 10 أيام. طبعا لكل حالة من الحالات بدي أذكرها إلى مادة قانونية للعقاب. المدة الثانية الإيذاء المفضي إلى تعطيل عن العمل تزيد عن 10 أيام إلى 20 يوما. كمان مدة التعطيل عن العمل من مدة تزيد عن 20 يوما، هاي بعضنا بإطار الجنح. هاي 3 أنواع للجنح الإيذاء المقصود. أحيانا الإيذاء المقصود يؤدي إلى نتائج خطيرة تؤدي إلى إزهاق روح، فهون سماها الفقه بالقصد المتعدى، هي تؤدي إلى نتيجة جرمية كتير خطيرة. تمام، فهون نتحدث عن جنايات الإيذاء المقصود، هي الإيذاء المفضي إلى أحداث عاهة دائمة أو الإيذاء المفضي إلى الموت أو الإيذاء المفضي إلى حدوث الإجهاض. فهنا جانب جنحوي وجانب جنائي. كعقوبات كمدة قانونية، يعني إذا هيك حبينا نمرق بشكل سريع، يعني أنا مدة العقوبة يعني. تمام، في الجناح مدة التعطيل عن العمل، طبعا الإيذاء المفضي إلى تعطيل عن العمل لمدة 10 أيام، يكون العقوبة مدة 6 أشهر مع غرامة مالية أو بإحدى هذه العقوبتين. أما بالإيذاء المفضي إلى تعطيل عن العمل، طبعا إيذاء إلى بيؤدي إلى تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام إلى 20 يوم، يكون عقوبته مدة سنة مع غرامة مالية. الإيذاء المؤدي إلى تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن 20 يوما تكون الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، أيضا كمان مع غرامة مالية. بينما بيختلف الوصف بالجنايات، بجناية الإيذاء المقصود، الإيذاء المفضي إلى أحداث عاهة دائمة، وهون تكون العقوبة جنائية الوصف، وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات. بينما بالإيذاء المفضي إلى الموت، وهون تكون بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات. بالإيذاء المفضي إلى الإجهاض كمان تكون العقوبة بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 10 سنوات. نعم. كيف بيتم ملاحقة مرتكبي جرائم الإيذاء المقصود؟ هلا نحن دائما متعارف عنا دائما شكوى. تكون وين بنقدم هي الشكوى؟ إلى النيابة العامة، حسب إذا كان الشخص مدني، إذا كان الشخص عسكري المتضرر، يمكن إذا كان الشخص المتضرر عسكري يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة العسكرية، إذا كان الشخص مدني يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة العام، إلى النيابة العامة بدمشق. طبعا نحن هون تحريك بجرم الإيذاء المقصود في عنا هيك ترتيبات معينة، إذا كانت مدة تعطيل العمل لا تزيد عن 10 أيام، لا تمتلك النيابة العامة حق تحريك الدعوة العامة بحق الفاعل دون ما يكون موجود عندنا شكوى من المتضرر نفسه. تمام، بس الحالات مختلفة، إذا كان عندنا مدة تعطيل عن عمل تزيد عن 10 أيام إلى 20 يوم، تمتلك النيابة العامة تحريك دعوة الحق العام بحق الفاعل دون وجود شكوى من المجني عليه. طبعا هون نحن بنمدد تعطيل عن عمل لمدة 10 أيام، في حال تنازل الشاكي عن شكوى يستفاد الجاني من إسقاط الحق وتسقط دعوة الحق العام بحقه. تمام، واذا كان عم ينفذ الحكومه بيوقف التنفيذ الحكم. يعني اليوم اسقاط الدعوه الحق الشخصي بيسقط الحق العام فقط اذا كانت مده التعطيل عن العمل لمده 10 ايام وغيرها، يعني اليوم ما بين الحق الشخصي والحق العام. تمام، يعني شو كيف الربط بيناتهم بهي الإيذاء المقصود؟ فلما الشخص المتضرر قدم شكوى الى النيابه العامه دغري يلاحق الشخص الفاعل بجرم الايذاء قصدا. تمام، وهذا يعني في دعوه حق العام بناء على ادعاء الحق الشخصي، فلما اسقط المجني عليه الشكوى هون النيابه العامه بتسقط دعوى الحق العام. نحكي عن 10 ايام. تمام، عن 10 ايام تجاوزنا ال 10 ايام بالتعطيل والتقرير الطبي. التعطيل عن العمل اذا كانت من ال 10 ايام لل 20 يوم، هون النيابه العامه
تمتلك حق تحرير حق تحريك الدعوه الحق العام بحق الفاعل لو لم يتقدم المجني عليه. حتى لو ما في حق ادعاء بالحق الشخصي. بس بدي نوه على شغله، في حال هون كمان تنازل الشاكي عن شكواه لا يستفاد من تخفيض العقوبه فقط للنصف. اكيد يعني بختام جوابك بدنا نتشكرك كثير المحاميه رشا ابراهيم، شكرا لك، يعطيك العافيه. يعطيكم العافيه. شكرا لك وشكرا لكل المعلومات، ودائما هيك بندعي بالسلامه للجميع. وقبل ما نروح لفقره وظيف جديد ضمن صباحنا لليوم، خلونا نروح لتقرير وضمن الحمله التي اطلقتها وزاره الصحه للحفاظ على صحه الاطفال. بدات مديريه صحه حلب متابعه الاطفال المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني من عمر يوم وحتى 5 سنوات. تفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة للحفاظ على صحة الأطفال، بدأت مديرية صحة حلب حملة متابعة الأطفال المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني من عمر يوم وحتى 5 سنوات. نفذ حملة من خلال 66 مركز صحي بحلب، إضافة إلى 128 فريق جوال عم يغطوا المناطق والتجمعات بالمدينة والريف اللي ما فيها مراكز صحية لإيصال اللقاح لكل طفل من أطفالنا في محافظة حلب. حتى الأطفال اللي هنن فوق 5 سنوات حتى 12 سنة نحن طبعا عم نستكمل لقاحاتهم اللي هن ما استكملوها سابقا، ونحن دائما طبعا بنوجه الاهالي لاستيحاب اطفالهم لغرف اللقاح، لانه دائما عدم استكمال اللقاح يساوي عدم التلقيح بالنسبه لنا. وتاتي هذه الحمله لتعويض الاطفال عن ما فاتهم عبر تقديم كافه اللقاحات. عم بذيعوا يعني بالحمله انه في حمله لقاح للاطفال ما اخذين لقاحاتهم ما هم مستكملينها، فممكن في عندي طفل ابني الصغير يعني ما اخذ كامل لقاحاته، مثلا عمره صار 2 سنين لقاحه 1.5 سنة ما اخذه، جبته هلا ليستكمله. وطبعا هي حطوا له هون حسبه وحطوا له شلل كمان عطوه باجره. شيء كويس لانه هيك ما بيروح اي لقاح على اولادنا، لانه عم نسمع انه عدم استكمال اللقاح كانه ما اخذ اللقاح، لا هيك بياخذوها بنضمنهم يعني. الحملة حلوة لأنه استكمال اللقاحات السابقة لما أخذوا أطفالنا. وتنفذ الحملة في كافة المحافظات السورية وتستمر حتى 11 من الشهر الجاري. تهدف الحملة لاستكمال الأطفال لجميع اللقاحات المدرجة في برنامج التلقيح الوطني ومتابعة المتسربين منه. وليد هناج، الإخبارية السورية، حلب. ومحطتنا التالية رشا رح نحكي عن جانب تربوي منتشر بشكل كتير كبير وبهم الأهالي والمدرسين، لأنه المراحل الأولى من حياة الطفل هي بتحدد المشاكل الحياتية اللي ممكن يتعرض لها. نعم. اليوم من ضمن هي المشاكل يلي رح نتعرف عليها هي صعوبات التعلم وتأثيرها رشا سواء على مهارات الفهم، الاستيعاب، القراءة، كتير من الأمور يلي ممكن ترافق الطفل ممكن تشكل خوف وقلق عند الأهالي وعند الكادر التدريسي. صحيح. وهي أكيد من أهم المشكلات صعوبات التعلم اللي بتواجه الكادر التدريسي بالمرحلة الأساسية، ومثل ما ذكرنا أنه هي لها تأثير كتير سلبي على المهارات، على الكتابة، على الرياضيات، وحتى على التركيز. اليوم رح نحكي عن هذا العالم، ودائما نحن ضمن صباحاتنا بيكونوا ضيوفنا مختصين بمجال صعوبات التعلم كرمال اليوم نحن نستفاد من الوقت وفورا ننتبه لهذا الطفل إذا عنده مشكلة أو لا. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع ضيفتنا لليوم هي الأخصائية التربوية نور الهدى أبو لبادة. يسعد صباحك. إن صباحك. شوي عم نجرب بالكنية هي من صعوبات التعلم. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. خلينا بالبداية نتعرف على مفهوم صعوبات التعلم، شو منقصد؟ هلأ صعوبات التعلم هي التحديات التي تواجه الطفل بالعملية التعليمية، يعني تحديات بتكون بالقراءة، عدم قدرته على القراءة، الكتابة، التهجئة، التركيز. طيب وقت اللي عم نحكي عن هدول عم تحكي انت بالاساسيات اليوم بحياه اي طفل هي تمام. القراءه، الكتابه والتهجئه. اليوم نحن في عنا اسباب وصلت طفلي لليوم ليكون بهي المرحله ويكون في فرق بينه وبين اقرانه، يعني خلينا نحكي اليوم عن الاسباب وعن العمر المفروض اليوم نحن ننتبه لهذا الطفل. تماما. هلا الاسباب هي السبب الرئيسي هو التلف الدماغي. السبب الثاني هو عامل الوراثه، يعني عامل الوراثه بيكون من 25 ل 40%. في أسباب تتعلق بالأم أثناء الحمل، تعاطي الأم التدخين، المخدرات، سوء التغذية عند الأم الحامل. في أسباب أثناء الولادة،
نقص الأكسجين، الولادة المبكرة، هي كلها الأسباب بتأثر إنه يكون عندنا طفل عنده صعوبات تعلم. تمام، يعني كمان خلينا نحكي أكثر، في أعراض اليوم ممكن نلاحظها عند الطفل إنه عنده صعوبات تعلم، ممكن نشوف أحيانا أطفال بيقرطوا بالأحرف أو أطفال ما عم يقدروا يحفظوا أو ما عندهم فهم ببعض المواد، فينا ننصب هي الأمور إنه هي في صعوبات بالتعلم أم هذا أمر طبيعي؟ تماما، هلا نحن بنحكم على الطفل إنه إذا عنده صعوبات تعلم أو لا بعد الصف الثاني. تماما، هلا اول شيء في اعراض كثير منها عدم التركيز، التشتت، كسره الحركه والنشاط، عنده بيكون النسيان، تشتت، بتحسي طفل بيضغط على القلم وقت بيكتب، ما بيحب، عنده تاخر انه وقت بينقل من السبوره عنده تاخر عن اقرانه. هاي الاسباب كلها كمان يعني نحن بنلاحظها على الطفل، ما عنده تركيز ابدا على المواد اللي هو مثلا انه انت اعطيتيه اياها، استرجاع المعلومات كثير عنده بطيء. طيب هاي الاسباب حكينا، اليوم ككادر تدريسي وكادر مختص بمعالجه او متابعه الاطفال اللي عندهم صعوبات تعلم، خلينا نحكي عن الخطوات اللي بتشتغلوا عليها مع الطفل. تماما، هلا اول خطوات اللي احنا من يعني بنحفزها انه يكون عند المعلمه مهارات التدريس. يعني في استراتيجيات خاصه بهذا الطفل، كمان في عندنا الصبر، يعني صبر المعلمه على هذا الطفل، في عندنا المهارات تواصله مع انه يكون عنده شويه ذكاء شويه حكمه، تتعامل معه تزيد ثقته بنفسه، ابتعاده تماما عن توبيخه، الكلمات المسيئة له، لأنه هو عنده الجانب النفسي كتير بيكون حساس بهذه النقطة. في أنشطة بتحفز اليوم هدول المهارات عند الطفل؟ تماما، هلأ في عنا مثلا استراتيجيات، في عنا استراتيجية النمط الحسي، في عنا استراتيجيات النمط الحسي إنك تربطي له الصورة بالجملة اللي عم تعطيها أو الصورة بالدرس، في عنا تبادل للأدوار، المعلم الصغير هذا الاستراتيجية بتعزز ثقته بنفسه، يعني ممكن إنه هو يشرح لك الدرس فهو بيضل عنده تغذية راجعة لهذا الدرس، بيضل عنده ثقة إنه هو ممكن إنه يصير معلم ويصير يحسن إنه يعطي أفضل. تمام، يعني للأسف منشوف إنه أغلب الأطفال يلي عندهم مشاكل بصعوبات التعلم بتلاقي إنه بيتعرضوا كتير للتنمر بمدرستهم، إن كان من قبل رفقاتهم أو حتى من المدرسين أحيانا. خلينا نوضح هون قد مهم اليوم الدعم النفسي، إن كان من الأهل وإن كان من المدرسة. تماما، دور الدعم النفسي والاجتماعي كتير كتير له دور. هلا بالمدرسة المعلمة إلى دور بالغرفة الصفية، تنبيه الأطفال عدم السخرية من رفيقهم، تعزيز ثقته بنفسه، عدم إحراجه إنه اطلع أقرب صوت عالي أو شيء، يعني كيف بدي إليك إنه هي تحسسه إنه أنت خلص، أنت هون مكانك، هون بيئتك، خلص مع يعني أنا وياك رح نطلع رح نصير. وهون عم نحكي عن أهمية الدمج، حضرتك كونه عندك مجال بهاي الخبرة، ما بتشوف إنه اليوم نحن من المفترض أو الصح إنه نحن نهيئ هذا الطفل بعيداً عن الدمج، يعني كرمال ما يعني الطفل قد ما جبتي طفل تاني قلتي له عيب ولا تتنمر ورفيقك وعنده مشكلة نفسية مشكلة صحية، فالطفل بلحظة ما رح يتنمر ورح يكسر من نفسيته ورح يزيد من مشكلته، يعني فمن خبرة حضرتك اليوم ما بشوف إنه نحن نأهل هذا الطفل قبل ما نروح لموضوع الدمج؟ تماما، هلا الأهل عندهم يعني كيف بدي إليك لازم يكون الوعي الثقافي والدعم الفكري للأم بعدين للطفل، يعني فيني أنا كمان كبيئة إنه تيجي ابني اللي أنا رفيقي هيك، لا ماما أنت لازم تساعده، أنت لازم تحسن له معنوياته، بكرة هذا رفيقك إن شاء الله بينجح بيصير متفوق، يعني لازم يكون هون الدعم من الأهل، وهو الداعم الأول للطفل بالدعم النفسي هي الأم. صحيح. يعني أنا مثلا ابني ما بيجي بقول له مثلا أنت غبي أنت لا، أنت زيدي ثقته بنفسه، وقت بتزيدي أنت ثقته بنفسه هو بترتفع معنوياته، وقت بتيجي أنت بتعطيه مساحته الكاملة من الغذاء، الطفل صعوبات التعلم لازم يكون غذائه يعني مختلف، يعني يكون تقريبا تعتني فيه من ناحية مثلا الأوميغا 3 من ناحية غذائه، إنه في شيء إنه عنده بالدماغ لازم يتغذى منيح تماما، من ناحية اللعب يعني خلي له مساحة للعب حلوة. أصلا طفل صعوبات التعلم أكثر طريقة نحن على أرض الواقع جربناها بيتعلم فيها هي التعلم عن طريق اللعب. هو أكثر طريقة بيحبها، تخلي له مساحة للراحة، مساحة للنوم، إذا ما كان نومه كافي هذا الطفل ما حيستفاد شيء
من أي تعلم رح يتعلمه. تنظم له كتير كتير طفل صعوبات تعلم بيحب التنظيم، بيحب التنظيم بحياته، التنظيم بأسلوبه كامل. تمام، يعني في كتير أسئلة اليوم إنه هل ممكن يكون صعوبات التعلم له علاقة بالذكاء؟ لا. طفل ممكن صعوبات نربطه بمستوى الذكاء عند الطفل؟ لا أبدا. طفل صعوبات التعلم ممكن إنه تكون درجة ذكائه متوسطة، ممكن إنه تكون عالية جدا، ما له علاقة أبدا بالذكاء. وفي عنا كتير علماء، العالم اللي أنار العالم هو كان معه صعوبة تعلم وطردوه من المدرسة وأمه اللي كملت له. أكيد. وقت عم نحكي عن هذا الطفل، هذا الطفل سنة بعد سنة عم يكبر، يعني خلينا نروح لبعد خطة العلاج، هل عم يرجع طفل طبيعي بيكون خلص من جميع هاي الصعوبات أو ممكن تترك أثر بحياته؟ هلأ هي ممكن تترك أثر صغير إذا تعرض للتنمر أو تعرض إنه ما كان في معلمة عندها القدرات إنه تنمي له قدراته أو ما تعرض للتنمر. ما بقول لك هو من المشكلة الأساسية إنه يكون دعمه النفسي قوي، حنان الأم بالبيت، دعم الأهل، دعم المحيط. يعني مثلا أنا تيتا جدو أهلي كلهم يدعموا، لا أنت شاطر، أنت ذكي، أنت بكرة بتصير. وبعدين هو كتير شاطر بمجالات أخرى، يعني بيكون مبدع ببعض غير نطاق التعليمي، هو عنده ذكاء فطري. أهم شيء ما نقارنه بأقرانه أو يعني بقرايبنا، كتير بنشوف هذا الموضوع. تماما، عدم مقارنة بأقرانه أبدا. يعني انه ما نحطه انه لا انت مثلا انت اقل، لا ماما انا بفتخر فيك، انا بفتخر انك درست وطلع منك هيك. الام هي الوحيده اللي بتحسن اصلا. اليوم ما فيك تقارني طفل صعوبات تعلم يعني مع طفل سليم نفسيا وجسديا. ممكن هذا الطفل بعد ما يشفى ويرجع يعني خلينا نقول طبيعي يتعرض للنكسه يعني بعمر ما انه يرجع؟ لا ابدا. هلا هي بده يضل متابعه، يعني طفل صعوبات التعلم بده يضل متابعته هي عند اخصائيين انه تشوف وضعه بشكل عام. يعني هل وضعه تحسن، هل بلشت عنده الذاكره تتحسن، هل بلشت مشكله النسيان تتراجع، بلش يعطيني، بلش تحس انه مثلا اللغه عنده تحسنت، عم يحكي كلامه، نطقه صحيح. هون ما بظن انه يتراجع ابدا. يعني بالنهايه بدنا نشكرك كثير الاختصاصيه التربويه نور الهدى ابو لباده، شكرا لك. يعطيك العافيه. شكرا لك. كنت بدي اقول الاسم لفرجاني انا فورا في موضوع ابو لباده. اهلا وسهلا، نورتي صباحنا لليوم. ودائما مثل ما قلت اليوم هي القصه تشاركيه، ان كان بين الاهل والكادر المختص او التدريسي. ودائما بالصحه والسلامه للجميع، سعد صباحك. خليلي قلبك كلك. شكرا لك. واكيد مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي، اما هلا خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع، خليكم معنا. أكيد يسعد صباحك يا شام، ويسعد صباح كل حدا انضم لهواء الإخبارية بمشوارنا الصباحي ببرنامجكم صباحكم غير. ووصلنا لنهاية صباحنا وآخر فقرة، وحتكون من العالم الثقافة. رح نحكي اليوم عن أهم وآخر الإصدارات بالكتب، وعن أكيد رح نحكي هايدي عن أهم المشكلات اليوم اللي عم يعاني منها الكتاب، إن كان من دور النشر أو كان من الوضع الاقتصادي. أكيد معلومات كثير مهمة حنفردها ضمن مساحتنا لليوم. أكيد رشا، وبيظل التطور الهائل إمكانيات وسائل الإعلام إن كانت تقليدية أو جديدة، شفنا دور كتير كبير لوسائل الإعلام بالتعامل مع الأزمات إن كان بحلها أو تفاقمها عن طريق انتشار الشائعات يلي إلها تأثير كتير كبير. كتير من المواضيع والأفكار رح تكون موجودة اليوم بكتاب تحديات وأزمات العصر وسبل المواجهة إعلاميا، رح نتعرف عليها أكثر مع ضيفنا يلي صار ضمن الاستوديو الناقد والكاتب والصحفي علام عبد الهادي. أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم ومرحبا. أهلا وسهلا أستاذ، وصباح الخير. صباح النور. خلينا نحكي، نبلش من الكتاب الموجود على الطاولة وهو بعنوان كتاب تحديات وأزمات العصر وسبل المواجهة إعلاميا. خلينا نحكي عن أهمية هذا الكتاب. طبعا في سياق حركة التأليف والنشر والطباعة يصدر هذا الكتاب مؤخرا تحت العنوان البارز والهام جدا، تحديات وأزمات العصر وسبل المواجهة إعلاميا، للدكتور وسيم زيد محمد وني. هذا الكاتب الإعلامي الناشط يطرح كتاب يعني غاي في الأهمية. لماذا غاي في الأهمية؟ لأن الإعلام الذي صار موضوعا لدى كل مراكز البحث والسياسة والاقتصاد والإعلام صار متحكما في مفاصل
كثير من القرارات صحيح. ويحكم مسار الوعي ويحكم مسار الحركة الفكرية والاجتماعية في الواقع الذي نحن فيه. كيف يتعامل هذا الإعلام مع الأزمات المستجدة؟ أهمية هذا الكتاب أنه في ظل توالي الأزمات العاصفة التي ضربت هذه المنطقة ومناطق أخرى أو تضرب الدول، تضرب المؤسسات الإنتاجية، المؤسسات الفكرية، المؤسسات الثقافية حتى، وتعصف بحياة كثير من المرافق الهامة جدا، كيف نفسر الأزمة؟ ما يتميز به الكتاب أنه أفرد فصلا لمفاهيم الأزمات. فما هي الأزمة؟ ما خصائص الأزمة؟ ما هي دورة حياة الأزمة؟ وكيف تبدأ نموا فنضجا فتمددا، ثم كيف تواجه الأزمة، كيف تختفي الأزمة وتتلاشى؟ كذلك يتحدث عن الخصائص الكبرى التي تميز الأزمة عندما تأتي بشكل مفاجئ، وهي يعني أخطر ما في الأزمة أنها يمكن عنصر المفاجأة كتير تماما. تأتي الأزمة بشكل غير متوقع، وعندما تأتي الأزمة بشكل غير متوقع فليس لدينا معلومات، ليس لدينا موقف واضح، هناك غموض، هناك ضبابية، هناك متاهة في الموضوع، وهناك عصف. والمشكلة أن الأزمة ليست يعني يتيمة بذاتها، هي تنشأ ضمن واقع موضوعي، لكن هذا الواقع الموضوعي محكوم بفاعل ومنفعل. الجمهور الذي يتلقى أصداء الأزمة كيف يتفاعل معها؟ يتفاعل معها عبر وسائل الإعلام. فهذا الإعلام كيف يحاكم موضوع الأزمة وكيف يتعامل معه؟ ذلك ما يعرضه الكتاب بالتفصيل، والتفصيل الممل، حتى أنه يتحدث عن أنواع الأزمات وكيف تأتي ودرجات الشدة فيها. فتأتي أحيانا عنيفة، تأتي عميقة، تأتي سطحية بسيطة غير عميقة ممكن أنه نتعامل معها. فمثلا لما نتوقف عند الأزمات ويتحدث عن استراتيجية مواجهة الأزمة، فيعرض لجملة من الاستراتيجيات التي تحكم أساليب معاملتها أو معالجتها، فيقف عند أساليب تقليدية، ومنها تأجيل ظهور الأزمة، تكوين لجان لدراسة الأزمة، السماح بظهور الضغوط الداخلية للأزمة مثلا، تفريغ الأزمة، عوامل أو عزل القوى الفاعلة في الأزمة، إخماد الأزمة. هي من الأساليب التقليدية. أما الأساليب غير التقليدية وهي كثيرة، كيف تسعى المؤسسات الإعلامية أو السياسية إلى تشكيل فريق متكامل لمعالجتها، كيف تدخر الاحتياطات الموجودة لديها كي ترجع آثار الأزمة عليها. أيضا عندك المشاركة الديمقراطية، وهذه من المسائل الكثيرة ما تكون هامة ومفيدة جدا في مواجهة الأزمات التي تعصف بنا يعني. أيضا كيف نحتوي الأزمة، كيف يتم تصعيد الأزمة، تفريغ الأزمة من مضمونها، تفتيت الأزمة ولآخره. هذا الكتاب عندما يتحدث عن الأزمة هو لا يتحدث عنها بشكل اعتباطي، إنما هو أقرب إلى منهج علم الاجتماع السياسي في معالجة الأزمة. فهو لا يتحدث عنها بلغة إنشائية، ولا يأتي بكلام فيه سرد خارج الموضوع. الكتاب الذي هو من القطع الوسط ويقع في 128 صفحة، يأتي على فصلين. الفصل الأول يعالج موضوع الأزمة، فالفصل الثاني يتحدث عن الإعلام وكيف يكون الإعلام متحكما بمفاصل الأزمة وكيف ينتج موقفا جديدا وقادرا. فيعرض مثلا لوسائل الإعلام المتعددة، المقروءة، المسموعة. هون بدنا نسألك أستاذ، يعني بالنسبة للعلاقة بين هاي الوسائل، إن كانت مسموعة، مقروءة، مرئية، إن كانت تكنولوجية، اليوم كل وسيلة من الوسائل كيف ممكن عم تتعامل مع الأزمات؟ من الأكثر انتشار اليوم؟ من الأكثر تأثير؟
طبعا يعرض الكتاب للوسائل الأساسية التي هي المقروء والمسموع والمرئي، ويعرض الكتاب لخصائص كل وسيلة إعلامية، والوسائل الإعلامية لها جمهورها. فعندما يتحدث عن المقروء ويركز عليه ويعتبر أنه هو صاحب الأهمية الكبرى في هذا الموضوع، وهنا يأتي على مفارقة مهمة جدا، أنه وسائل الإعلام هي قديمة في الظهور وتعمل منذ عقود طويلة، ولكن هي أيضا تواكب التطور التقني والتكنولوجي والمعلوماتي، فهي تستفيد من كل الثورة المعلوماتية، وتدخل هذه التكنولوجيا في صلب عمل وسائل الإعلام وفي تفاصيل أدائها لرسالتها في الواقع. فعندما يعرض الكتاب لهذا الموضوع ويتحدث عن التكنولوجيا، فيتحدث عن المقروء، أن المقروء الآن هو عمل يستلزم إلى جهد مسبق وطباعة وتنضيد وتوزيع ولآخره. ثم عندك الإعلام المقروء ولكنه المفرغ على أو محمل على التطبيقات الإلكترونية. فعندما يتحدث عن الإعلام المقروء يؤكد إلى أهميته والفارق بينه وبين الإلكتروني. فعند الإلكتروني أنت لا تستطيعين أن تستفيدي في التحليل. فالإعلام الإلكتروني مثلا تأتيك رسالة أو يأتيك خبر أنه حدث أمر ما في مكان ما، حدث وقع حادث أو وقعت عاصفة ثلجية ما أدت إلى إلحاق أضرار بليغة بمزروعات ما، وهذه عندما يعدد الأزمات فالأزمات متعددة الاتجاهات والموضوعات وكذا، أو عندما يتحدث عن مثلا نقول انهيار منظومة مالية ما، الإعلام الإلكتروني يعطيك الخبر، لكن الإعلام المقروء هو يعطيك ما هي خلفيات الخبر، فيأتي بالخبر بتفاصيله بوقعه بأزمانه أبعاده بكل ما يتعلق به ويستفيد في التحليل. فهو قادر، لأنها جريدة أو مجلة، هي قادرة على أن تحمل مزيدا من التفصيل ومزيدا من الإيضاح ومزيدا من تحميل الرسائل إلى القارئ المتلقي. فالقارئ يعتمد على المقروء أكثر في تشكيل معلومة معرفية كاملة حول ما حدث من أزمات تحيط به، بينما الإلكتروني لا يستطيع ذلك. يعني نحن مثلا في سوريا لدينا التطبيق الأمثل هو الفيسبوك والأهم، في حين أن التطبيق الأمثل في دول مجاورة هو التويتر، رغم أن التويتر هو محدود المساحة بموضوع الكلام، لا تستطيعين أن تستفردي في شرح موضوع ما، لكن على الفيس أنت تستطيعين أن تستفيدي، ولكن القارئ لا يقرأ على الفيس موضوعا طويلا. صحيح. هذا يتطلب من الإعلامي أن يكون قادرا على ابتكار أسلوب وطريقة جديدة في الأسلوب، في التحرير، في التأليف، في عملية الاختزال المكثف. نحن نختزل في الصحافة العادية، لكننا في الإلكتروني نحن بحاجة إلى اختزال كثيف جدا لكي نأتي بمنشور أو بمقال فيسبوكي كامل العناصر، كامل العناصر بأقل الجمل أو بأقل السطور الممكنة. طيب خلا نحكي، ذكرت حضرتك مثال، قلت لنا انه ممكن نسمع بانه انهيار بنا بمكان ما او شيء عاجل صار بشكل طارئ بمنطقه ما، وهذا الخبر هو عاجل او ازمه طارئه. من خلال اطلاعك على الكتاب وبنظر الكاتب، كيف اعلاميا راح لمعالجه الازمات الطارئه؟ هلا الازمات الطارئه، اولا يعني عندما نقول أزمات طارئة، وهناك أزمات كثيرة حدثت في الآونة الأخيرة. صحيح. يمكن طرح أمثلة، هو الكتاب لم يأخذ أمثلة في السرد لأنه هو يعالج الموضوع من وجهة نظر إدارة إعلامية، وإدارة إعلامية تتعلق بإدارة الأزمة. يعدد هو مثلا يقول لك وفيات، غرق أراضي ومباني، لآخره، تلف مزروعات كذا لآخره، انهيار بورصة كذا لآخره، لكن في الأزمات السياسية العاصفة كما حدث تكون هناك صدمة على الإعلام بحد ذاته.
فكيف يستوعب الإعلام الصدمة أولا؟ هذا الشيء شفناه بست شواط يعني بكارثة الزلزال. يعني كارثة الزلزال هي أقرب حالة من الحالات. صحيح. مثلا إذا بدنا نرجع للسنوات السابقة فنقول مثلا كيف تفاعل الإعلام مع عملية تحرير جنوب لبنان مثلا، أو كيف تعامل مع حدث اغتيال الحريري. هذه أزمة حقيقية يبنى عليها ما ذهب إليه الكاتب في كتابه حول معالجة الأزمات. فيكون لديك أزمة كبرى، كيف أنا أحرف هذه الأزمة عن مسارة، أو كيف تتفرع عن الأزمة أزمات تستمر زمنا طويلا. ورأينا أن أزمات كبرى كذلك الأزمات التي حدثت في البلد، يعني كموضوع الإرهاب الذي عصف بالبلد وكيف تعاملت معه وسائل الإعلام، وكيف الإعلام المعادي أيضا يضخ جملة من المفاهيم والمصطلحات ونقع نحن في فخها. حتى لا نقع في فخ ما يراد له الآخر، اقترح الكاتب تشكيل ما يسمى بهيئة أركان إعلامية، وهذا أنا ما كنت أقول عنه منذ زمن طويل، بأن في المؤسسات الإعلامية المركزية أن يكون هناك مركز دراسات، مركز أبحاث، مركز علمي ضمن وسائل الإعلام أو وزارات الإعلام، لكي تحكم هذه الظواهر ولا تنساق في استخدامها لمفردات يستعملها الإعلام المغرض أو الإعلام المعادي ونقع نحن في فخها، وهذا حدث كثيرا. فمثلا نحن لا يجوز أن نقول مثلا الإرهاب التكفيري، هل هناك إرهاب غير تكفيري؟ الإرهاب إرهاب. لا يجوز أن نقول مثلا الحرب الكونية على سوريا ليست حرب كونية، نقول عدوان، وهي والسوريون خاضوا حربهم على العدوان الممارس عليهم في هذا العصف الكبير. فكثير من المطبات التي يقع فيها الإعلامي أو يقع فيها الوسيلة الإعلامية دون التفكر، الكتاب يطالب ويشير إلى ضرورة الخروج من مطب هذه الأزمات. لذلك هو يركز عند حديثه عن التكنولوجيا، يركز على الكادر البشري، وأن التطور التكنولوجي الذي شهدناه في العقود الأخيرة لم يلغي دور الكادر الإعلامي المشبع بالرؤية القادر على أن يصيغ موقف ويستطيع من خلال وسيلته الإعلامية أن يوجه الرسائل للقوى المختلفة، لقوى الأزمة، وأن يفكك ويفتت ويخمد ويضعف الأزمة التي تعصف بمؤسسته أو ببلده أو بمنظمته. أكيد. يعني بنهاية حديثنا معك بدنا نشكرك كثير الصحفي والكاتب والناقد علام عبد الهادي، أهلا وسهلا فيك، نورت صباحنا. شكرا لحضورك وبالتوفيق لكل الكتاب، وإن شاء الله هيك بشوف دائما كتب بيكون بتسلط الضوء أكثر على موضوع المؤسسات الإعلامية كرمال نقدر نتلافى الأخطاء اللي مرقت فيها سنوات يعني السابقة. يعني هذا موضوع من المواضيع الشائكة والصعبة جدا، يستحق الكثير من الحديث. صحيح. ولا يمكن الإحاطة بدقائق قليلة بكل هذا الموضوع. إن شاء الله بصباحات أخرى حيكون لنا استضافات تانية لحضرتك ونتوسع أكثر بهذا الكتاب وغيره من الإنجازات الأدبية. شكرا لك أستاذ، أهلا وسهلا بحضرتك. أكيد. وبنهاية مشوارنا أكيد بدنا نشكر مخرج برنامج جعفر أحمد والمعدة حلا سلمان، وبقية نهار حلو لكم مشاهدينا، إن شاء الله أيامكم الجاية فيها كل الخير والصحة والرزق وراحة البال. لا تنسوا تتابعونا بكرة بنفس التوقيت، ومن هلا لبكرة تبقوا بألف خير، وبقية نهار حلو إلك يا رشا. بقية نهار حلو لإلك هايدي، شكرا لإلك، وشكرا لكل الكادر الفني والمصورين اللي رافقونا بالاستوديو لليوم. صباحنا خلص معكم لليوم، إن شاء الله يا رب كانت فقراتنا على ذوقكم، وتقاريرنا من المحافظات السورية كانت شاملة. إن شاء الله يا رب هذا النهار يحمل الخير الصحة، ودائما بنقول البحبوحة اللي اليوم هي هم جميع السوريين. كونوا بخير، باي باي.